بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص المباراة دازت في أجواء يعني هائلة ورائعة، كنا متفائلين أصلا لهذه النتيجة هذه، وهذا الفوز هذا يعني مشترك، والحمد لله كتيبة وليد الركراكي أبانت على الكفاءة ديالها. يعني كأس إفريقيا بدا بأربع أيام دابا حاليا، والمغرب يعني المنتخب ديالنا برهن على مستوى كبير يعني ديفيرون على المنتخبات الأخرى، والحمد لله حنا جد مسرورين بهذه النتيجة هذه وبهذا الأداء، ونتمنوا لهم ان شاء الله مسيره موفقه، علاش لا نجيبوا كاس افريقيا ان شاء الله، واكيد اننا غادي نجيبوه ان شاء الله تعالى. اما بخصوص الاداء ديال المنتخب المغربي اللي هو صراحه اداء ونتيجه، المقابله كانت في المستوى، وحتى الدراري الانسجام ديال الدراري زاد ثاني اكد لنا الركراكي باللي واحد المدرب اللي هو محنك، وكنفتخروا به انه مدرب محلي صراحه من الصلب ديال المغاربه. ورغم لاحظت واحد الملاحظه ان كامل الانجازات اللي قبال ودوك تراكمات ودوك الانجازات، بان لي ان الدراري كاملين خلاوهم ابار ودخلوا في واحد الاستعداد مهم لهذه المقابله، وحتى التغييرات كانت في المستوى، كانت في المستوى صراحه، ولهذا كنتمنى لهم كامل التوفيق، وشكرا للاعبين اللي قدموا الاداء، وكذلك كنقدموا تعازينا للاعب عدلي، ونتمنى كل التوفيق للمنتخب المغربي. اخويا المنتخب الوطني برافو عليهم، حققوا لنا النتيجه، بارك الله عليهم، وديما المغرب، ديما المنتخب الوطني المغربي، ديما ديما. السلام عليكم، هنيئا للمنتخب المغربي على هذا الفوز الايجابي اللي كان بشجاعه وبصرامه وبقوه ضد المنتخب التنزاني اللي ما كانش في الاول ساهل، خاصي ساهل. كنظن ان المقابله كانت زوينه، رغم ان الشوط الاول كان واحد شويه ديال التخوف، لكن الشوط الثاني عطاونا واحد القتاليه، كنحس براسي بانني كنتفرج في البارسا، والله العظيم كنشوف بان البارسا لعبه وسط الميدان، ما شاء الله قتاليه ولا اروع ولا اجمل ولا احلى. مبروك المنتخب 3-0 على هذه النتيجه الايجابيه، كنتمناو انه يكملوا ويواصلوا الاداء ديالهم، وان شاء الله نشوفوهم المقابلات، ونتمنى أن المغرب يدي كاس افريقيا. ومبروك مبروك والله العظيم، الى فرحونا ونرجعوا الاجواء ديال كاس العالم، هادشي راه يبشر بالخير، ومبروك ومبروك وديما مغرب. صراحه هذا ما تفاجئناش بالنتيجه ديال اليوم 3-0. الاداء ديال المنتخب المغربي تبارك الله كان رائع وكان استثنائي، بينوا على القوه ديال 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 المنتخب المغربي، بينوا ان المنتخب المغربي ما غاديش ماشي المنتخب المغربي اللي كنا كنعرفوه قبل، هذا منتخب جديد، هادو شباب جديد، هذا جيل جديد من الكره المغربيه. صراحة كان أداء رائع جدا، عجبنا الأداء، وكجماهير مغربية كنقولوا مبروك ثم مبروك مبروك، وراه طبعا إن شاء الله راه مستمرين في خدمة المباريات إن شاء الله. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي، تابونا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.